أشرف عامل إقليم برشيد السيد نور الدين أعبو على الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الإحساس نمزمزة والمنظم من طرف جمعية خيالة بن مجريش للفروسية التقليدية نمزمزة بالتعاون مع جماعة الإحساسنا وفعاليات المجتمع المدني وبدعم من فندق هسبيتاليتي إن، وذلك من الفترة الممتدة من 13 إلى غاية 18 من غشت الجاري. الحمد لله، احنا في اليوم الافتتاحي حضر معنا السيد عامل صاحب الجلالة ووفد مرافق لا يتكون من السيد رئيس دائرة برشيد بالنيابة، والسيد خليفة قائد سيد المكي، والسيد رئيس جماعة الحساسنة، ورؤساء الجماعات ورجال وإعلام رجال ونساء الإعلام، وحضور فعاليات المجتمع المدني. الحمد لله اليوم كتشارك معنا 20 صربة اللي قامت بالتحية ديالها أمام السيد العامل، وقامت بطلقات البارود أمام السيد العامل، ومن هذا المنبر كنتقدموا بالشكر لي على تلبية الدعوة والحضور ديالو للمرة الثالثة على التوالي، وكنشكروا الصادق رجال السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والأطر الطبية والتمريضية ورجال ونساء الإعلام وفعاليات المجتمع المدني والعمال العرضيين التابعين لجماعة حساسنا، نظرا لتجهيزهم ووقوفهم على تأتيد فضاء محرق الخيل لتجهيزه وفتح مجالي أمام مقدمي العلفات والصربات من أجل مشاركتهم معنا أفراحهم ومساراتهم وطلقات البارود الجميلة. وتراهن اللجنة المنظمة من خلال تنظيمها لهذا المهرجان الذي أصبح تقليدا سنويا إعادة الاعتبار للفرس العربي الأصيل باعتباره موروثا ثقافيا متجذرا للثقافة الوطنية وكذا سمة بارزة تحمل معالم التراث الثقافي الشعبي من خلال الاعتناء بهذا النوع من السلالة، كما يروم المهرجان الاعتناء بالتراث الثقافي الأصيل.